رندا فهد اليوم مع بي ايت سمارت، موضوعنا له علاقة بسرطان الثدي، المأكولات اللي ممكن تضر أو ممكن تساعد بالحالتين. ولكن قبل ما نبلش بموضوعنا بدنا نذكر بمسابقة باري لايت على صفحة الفيسبوك بيج، وفي خبرية، وما تنسوا رقمنا 04-444-444 إذا حابين تسألوا رندا أي سؤال. هاي رندا. هاي تينا، كيفك؟ خلينا نبلش بالمسابقة. يلا، عندنا كثير أشياء مثل كل تنين كنا عم نحكي فيها. رح بلش بالكومبيتيشن اللي هي اي في بروتين اكثر، الحمص اما العدس المطبوخ. فاذا اثنيناتهم فيهم بروتينات كثار، اي في بروتين اكثر؟ اكيد مشاهدين عم يجاوبوا على الفيسبوك بيج ام تي في الايف دي سي دي سي رندا دنيا فهد وبيري لايت هيلث سنتر. بكره الجواب، بكره الجواب وكومبيتيشن جديده، وبكره اكيد رح نعلن اسم رابح. نعم. اما رابحه هلا شو خبريتنا اليوم؟ خبريتنا اليوم هيك انه عندنا كثير اشياء نحكيها اليوم. الخبريه اليوم هي على الريجيمات اللي نحن بعدنا بنسمع فيها، ما بعرف ليش بعدنا بنسمع فيها، ما بعرف ليش العالم بعدها بتتبعها، ومنها الرجيم اللي هو عالي بالبروتين وعالي بالدهنيات. نعم. وهلا كلنا رح نرجع نوافق انه هذا الرجيم بضاعف بسرعه، هذا الرجيم بيقدر واحد ياكل فيه كميات كبيره، فبهذا الرجيم بيقولوا لك بتاكل الكميه اللي بدك اياها. نعم. من اللحومات، اللحومات المقليه ما في اشكال فيها، ولكن الابتعاد عن كل شيء له علاقه بالنشويات، منها البقوليات ومنها الخبز والى اخره. هلا فاذا هون بهذا الرجيم بينبسطوا العالم انه بيعملوا ريجيم بيضعفوا كثير بسرعه، ولكن هلا بالبحث الجديد تبين انه هالاشخاص مثل ما بنعرف هن عم يرجعوا لانه ريجيمهم منه منظم، مش عم ياكلوا من كل شيء. هيدي شغله بنعرفها من قبل انه هن رح يرجعوا وقت يستحملوا، ما فيهم يستمروا. صحيح. اكزاكتلي، رح يرجعوا ياكلوا ويزيد الوزن. نعم. هلا تبين انه بعد ما يزيد الوزن اللي عم بيصير بالجسم هو عم يزيد الجسم مش بس الوزن عادي، عم يزيد بنسبه 2-4% اكثر بالدهنيات مما كان من قبل. اوف، هي شغلة. الشغلة الثانية، عم يزيد عند هول الأشخاص مشكلة الانكزايتي والديبريشن، اليأس، ومنهم مبسوطين بخلال نهارهم. طبعا لأنه هن من وراء النتائج، من وراء النتائج لأنه هن امتنعوا عن تناول النشويات اللي هي كمان بتعلي السيروتونين اللي هو الهرمون اللي بيريحنا. تبين كمان أنه هن عم يصير عندهم انسولين ريزيستنس، وتبين كمان بكثير من الأوقات عم يعلى عندهم الكوليسترول ومشكلة تريجليسيرايد. فنحن بدنا ننتبه هون، عندنا صحتنا بدنا نشتغل عليها، الأكل المنظم هو أهم شيء نعمله، كل واحد حسب جسمه المنظم المشكل كمان المشكل. وبرجع على كلمة الميديترينيان، الشرق الأوسطي، اللي هو من أهم الرجيمات اللي بعتقد أنه ما رح يطلع ولا بحث ليتر أون يبين ضده، يعني وكمان ضده. يعني هون كمان بيفرض على الواحد أنه يأخذ كل فئات الأكل، المأكولات مظبوط اللي نحن بنحكي عنها بطريقة مظبوطة وبالطريقة اللي نحن دايما بنحكي عنها. فهيك حبيت، لانه بعد انا عم بسمع كثير، بعد في كثير بيجوا على العياده لعندي وبيطلبوا بس ريجيم اللي هو كله بروتينات. يمكن هالشيء فينا نعمله يوم يومين بالاسبوع، بس يمكن هون عم بفتشوا على نتيجه سريعه. وكل العالم بدها نتيجه سريعه، تينا كل العالم. لا، يمكن واحد عنده مناسبه مثلا رح يعملها بس على فتره قصيره. نعم. هلا هون هيدا اللي عم اقوله، انه يومين ثلاث ايام بيمشي الحال، بس وقت عم نحكي نحن على فتره 6 اشهر، على فتره أكيد. طويله على الاكيد لا، منه ماشي. وصحيا انا ما بقبل فيه. سرطان الثدي، كيف المأكولات ممكن تأثر على هيدا المرض أو كمان يمكن نتجنبه من خلال أكلنا؟ هلا تينا، أنا الموضوع أكيد حكي فيه كذا مرة. نعم. ومش من زمان حكي فيه، ولكن نحن عم نعرف أنه سرطان الثدي مشكلة عم نواجهها كتير. وأنا دايما اللي بيصير أنه وقت أشوف كتير بعيادتي أمراض معينة أما شيء معين بحب أرجع أكون عم نبه عنه، مشان هيك رجعت اليوم حبيت انه نرجع نحكي على هالموضوع. الواحد اذا عنده استعداد اكيد من كسبب وراثي. نعم. ممكن يعني يمكن هيك اشخاص هلا مهتمين أكيد. بموضوعنا طبعا، لأنه ممكن انه يتجنبوا زياده الخطوره. مزبوط. من خلال التغذيه الصحيحه والريسك فاكتور قديش هن معرضين اكيد بخف كثير. هيدا مميله، مميله ثانيه المأكولات المضبوطه، حتى وقتها الشخص يكون عامل التريتمنت نحن بنعرف انه هيدا مرض صار نصح منه 100%. صح. ففي علاج له، ولكن بعد العلاج يمكن يكون في حتى زياده بالوزن او نقص بالوزن، ولازم في اكلات معينه يكون الامراه تكون عم تاخذها. نعم.
فهون رح بلش تينا ما في يطلع من الاكل الصحي وما في يطلع من الرياضه. ضروري 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 نشجع حالنا انه نعمل نص ساعه رياضه يوميا. هيدي من الضروريات، بدنا نعملها 5 ايام بالجمعه، نعملها هينه، نعملها بس عن طريقه المشي منا مشكله ابدا. نعملها عن طريقه بنحبها، يمكن طريقه اليوغا، يمكن طريقه الرقص اللي بدنا اياه، ولكن هيدي من اول الضروريات كرمال نتفادى سرطان الثدي، وكرمال اذا عم نصح منه نكون كمان نحن عم نظهر منه. هيدي شغله. الشغله الثانيه بتنظيم اكلنا، من الضروري جدا انه نحن نتحاشى كل الدهنيات اللي هي ترانز، ونتحاشى اللحومات اللي هي مصنعه. وقت احكي عن لحم مصنع بحكي عن كل شيء له علاقه بالمرتديلا والجامبون، وحتى الحبش المصنع مصنعه محطوط فيها نايترايتس، عم نحط فيها مواد حافظه. هيدي المواد هي بحد ذاتها اذا نحن اكلنا منها على طول رح تؤدي الى الامراض السرطانيه، وبينت سرطان الثدي بالتحديد. فهون عم نحكي كل انواع الشاركوتري كلها تينا، وخصوصا في منها لانه بيقولوا لك بروسيس اكثر من غيرها، في منها بيقولوا لك انه مقدده 100%. حتى العالم وقت يقولوا لك انه ما هيدي لايت، نحن ما عم نحكي هون لايت اما مش لايت، عم نحكي على المواد الحافظه الموجوده فيها، طريقه تصنيعها. وتينا هون كمان كل ما تكون هي لونها الاحمر على زهري، هيدا اللون اللي بيجذب لنا نظرنا. هون كمان محطوط فيها مواد لتلونها بهيدا اللون، هيدي المواد اللي نحن ممنوع نكون عم ناخذها. فهون انا كثير ستريكت بهالموضوع. خلينا ناخذ اتصال قبل ما نكفي. الو الو بونجور، اهلا وسهلا. في اسال الدكتوره سؤال. طبعا بونجور. بونجور، يا هلا، تفضلي. من فضلك كنت حكيتي عن الوقت اللي بينشوى شيء وبصير فيه فحم انه هذا بصير كانسيرو. هلا انا كل يوم ترويقتي بحب حمص القبعه على الغاز من فوق، اوقات بتحترق الخبزه هيك شوي، ابكيلها كمان حريق الخبز بيعمل كانسير؟ حلو هالسؤال، حلو كثير. وهي هي اللي بتعمل كانسير بالفعل، اللي هن حتى النشويات يعني بالخبز مش بس اللحوم. مزبوط، هون اللي بنحكي على الاكريلاميد، يعني هيدي الماده اللي بتصير بنسميها اكريلاميد اللي هي ماده مسرطنه. فاذا هون على الاكيد بدك طيبه، ما بعرف من زمان صح كنكهه طيبه، كنكهه واحد بحسها طيبه، ولكن هيدي بدك تكوني محل اللي محروق على الاكيد عم تكسريه عم تكبيه. يعني هون قالت شغله انه هي عم بتحمس الخبزه دغري على النار، دغري مش بعيده عن النار، يعني مش بالفرن حتى. وهون تينا بيجي دور الميكروويف اللي العالم كثير بتخاف منه، بيجي هون حسناته. انه ما بنتعرض لهالنوع من الحريق اذا نحن طبعا حطيناها حتى الخبز العربي معك حق، اذا حمصيها بالميكروويف بتنشف وبتقسى بس ما بتصير سوداء 100%. فحلو كثير هالسؤال. وبضمن اللي نحن عم نحكي، لكن حكينا عن تجنب الشاركوتري اللي هي مصنعه. ومن الاشياء اللي كثير كثير مأذيتينا هو الملح، كثير كثير مأذي. وكمان الملح عالي بالشاركوتري 100%. وبنفس الوقت الملح عالي بالاشياء اللي هي معلبه، الملح عالي بالاشياء اللي هي مكعبات اللي نحن بنطبخ فيها. الملح عالي كمان وقت نحن نمسك المملحه ونكون عم نرش كل الوقت. اوقات ناخذ اجبان وقلبين قليله الدسم، ننتبه وقتها تكون قليله الدسم ليحفظوها، فيها تكون فيها ملح زياده. فنحن وقتها بدنا ناخذها قليله الدسم بدنا نقرا تكون قليله الدسم وقليله الملح كمان. هيدي شغله، والملح عادي رندم 100%. يعني اولا منه حاجه لجسمنا، وثانيا اذا بنمرن حالنا انه نتناول اقل ملح ببطل في عنا هالحاجه انه نزيد ملح على الاكل. مثل السكر 100%. هي بدها شويه وقت لنعود حالنا. وهون في واحد يحط نكهات ثانيه ليكون عم يطيب الاكل فيها. منها كل هالبهارات، ووقتها نحكي على الترمرك، وقتها نحكي على جوزة الطيب، وقتها نحكي على كبش القرنفل، وقتها نحكي على القرفه. في عنا كثير بهارات. وهول تينا عم نحكي عنهم مش بس لانه هن طيبوا، والاوريجانو والدلويت كل هول مش بس طيبوا، هول كمان بعدونا عن امراض السرطان كمان لهم فوائد سرطان الثدي. فهيدي بتكون عم تفيدنا بشغلتين مع بعضهم. كمان اتصال. الو الو بونجور. بونجور، انا بس لانه بدي اقول لهم انه مشان المسابقه. ايه المسابقه على صفحه الفيسبوك مدام. اوكي، ميرسي كثير. ميرسي لك كمان.
تينا لنكمل بموضوعنا، فاذا نحن الاشياء هول اللي عرفنا بدنا نتحاشيهم، العالم كثير عم تسمع عن تحاشي اللحم الحمراء. مزبوط، اللحم الاحمر تبين بالابحاث طبعا وقتها تاكليه عم تزيدي كميه الدهن والدهن المشبع فيها. هلا هون انا بس الملاحظه انه ما بمنعه 100%، ولكن وقت ناكل قطع الستيك اللي هي فيها 200 جرام 250 جرام، هيدي ما بحبذها لكرمال لنتحاشى امراض سرطان الثدي او لنكون نحن وعم نتعالج، ولكن اللي في اعمله هو انه شقف اللحمه فيها تكون موجوده بقلب الطبخه ولكن كشقف كبيره بتجه نعم. الى السمك والدجاج. رندا رح نضطر نكفي موضوعنا اكيد بعد ما خلص، ابدا ما خلص غير نهار اكيد. ثانك يو لهالمعلومات. بكره لكينا الله يرضى. رح ناخذ وقفه مشاهدينا ومنكفي اللايف، ضلكم معنا.